عيالي يروحوا فين؟ 3 أطفال كانوا عايشين حياة طبيعية جدا بين أبوهم وأمهم، ومن 20 سنة وبالتحديد في شهر ديسمبر سنة 1992 سمعوا صوت حد بيهبد على باب الشقة. الأم اتفزعت وقامت تجري بسرعة تفتح الباب، ولما فتحت اتفاجئت إن البوليس جاي يقبض على كل اللي في البيت حتى الأطفال، وطلعوا على اسم الشرطة واحتجزوا الأم. فالأطفال بدأت تسأل فين ماما عشان الضابط يرد عليهم ويقول لهم دي مش أمكم. حكايتنا النهاردة عن أشهر خاطفة أطفال واللي اتلقبت باسم بنت إبليس من كتر عمايلها، واللي مفيش قلب بني آدم عنده ذرة إحساس يقدر يستوعبها، بالرغم من إن جات لها فرص كتير جداً تخفف من ذنوبها إلا إنها رفضتها تماماً حتى وهي على فراش الموت. ست دي مسمينها الابنة البكرية الإبليس. قبل ما نبدأ حكايتنا، لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. الحكاية بدأت لما بنت عندها 17 سنة اسمها عزيزة اتجوزت واحد اسمه سعيد في حي فقير جداً في مدينة الإسكندرية في مصر، وقعدت سنين بدون خلفة، وجيرانها وأهلها بدأوا يعايروها بقلة الخلفة، فقررت تروح تكشف وتعمل تحاليل، واكتشفت من خلالها إنها عقيمة. ومن كتر المعايرة اتولد عندها رغبة إن يكون عندها طفل بأي شكل، وجت في بالها فكرة شيطانية وقررت تنفيذها، وهي إنها هتخطف طفل رضيع. وبالفعل بدأت التنفيذ، راحت بلغت كل الأهل والجيران إنها حامل، وطول فترة الحمل كانت بتحط هدوم في بطنها على أساس يعني إنها حامل، وكل ما عمر الحمل يزيد تحط هدوم أكتر عشان يبان الموضوع إنه واقعي، وكل ده كان بعلم زوجها وأخته. ولما قربت تخلص 9 شهور طبعا كان لازم تنفذ وتخطف الطفل، فبالفعل توجهت لمستشفى الشطبي في اسكندرية. كان وقتها المستشفى إمكانياتها بسيطة جداً، ودخلت أوضة سيدة لسه والدة على إنها ممرضة وموظفة في المستشفى، وأخدت منها الطفل على أساس إنهم هيكشفوا عليه، وخدته وهربت وروحت بالليل متأخر بيه عشان تقدر تدخل منطقتها من غير ما حد من الجيران يشوفوا الطفل. وبعد ما دخلت البيت بدأت تصرخ على أساس إنها بتولد، وجوزها نزل يجيب واحدة بتولد، ولما جت قالوا لها انها خلاص ولدت لوحدها، وطبعا بكده ما بقاش فيه اي شك ان الطفل ده مخطوف اساسا، وراحت سجلته هي وجوزها باسمه وسمته اسلام، وعملوا اسبوع واحتفلوا كانه ابنهم بالفعل. بعد كام سنه بدات الناس تاني تقول لها انت مش هتخويه ولا ايه، وتجيبي له كده اخ ولا اخت، وطبعا قررت انها تعمل نفس الموضوع من جديد، وبدات تقول للناس انها حامل وتحط الهدوم في بطنها وتكترها مع مرور الحمل عشان الكل يصدق. ولما قربت من الشهر 9 بدأت تدور هتخطف المرة دي الطفل منين، وقررت انها تنزل السوق وقالت انه اكيد زحمة واعرف اخطف الطفل. وبالفعل راحت، ولما نزلت لقيت واحدة ست معاها طفلين رضع توأم، قررت انها تكون فارستها وتخطف طفل منها، وقالت كفاية عليها طفل واحد. وبالفعل راحت عرفت نفسها للست على إنها موظفة بالشؤون الاجتماعية، وقالت لها بما معناه يعني إن إحنا عندنا حملة لمساعدة الناس اللي دخلهم بسيط. فالست رحبت بالموضوع وقالت إن ظروف زوجها المادية بسيطة جدا. ردت عزيزة وقالت طيب لو فعلا محتاج المنحة أنا لازم أجي الأول بيتك عشان أتأكد إنكم فعلا محتاجين المساعدة. الست ما خونتهاش وبكل ثقة عطتها العنوان تفصيلي على أمل إنها هتساعدهم، وما كانتش تعرف إنها هتعيش بقلب مفطور بعد زيارتها. وبالفعل أيام بسيطة وراحت عزيزة جابت حاجات كهدية للأطفال وراحت بيت الست، وبعد ما لفت في الشقة عشان المفروض يعني إنها بتوريها قد إيه ظروفهم صعبة، الأم سابت عزيزة في الصالة وراحت تجيب لها مشروب للضيافة، ولما طلعت اتفاجئت إن الباب مفتوح وإنها أخذ الطفل من أطفالها. وعزيزة رجعت بيتها وبدأت تصوت وتقول إنها بتولد، وبعد أيام راحت سجلت الولد هي وجوزها وسمته المرة دي هشام، وبالفعل بقى عندها طفلين اسلام وهشام، ومحدش شك فيها نهائي
بس أهالي المنطقة كانوا بينبذوها وبيقولوا إنهم مش بيرتاحوا لها أبدا. والأم الملكومة راحت عملت بلاغات وتدور في كل مكان على الست عزيزة بس بدون فايدة. وعدت السنين وعزيزة نقلت هي وجوزها والولدين للعريش وما اكتفتش بالطفلين، لأ دي قررت تخطف الطفل التالت وبدأت تعمل اللي هي متعودة عليه وتحط الهدوم في بطنها. ولما قرب موعد الولادة الوهمية قررت تخطف الطفل من السوق لأن في وقتها الرقابة بقت شديدة جدا على المستشفيات. وبالفعل بقت بتروح كل يوم السوق لحد ما لقت واحدة معاها طفل رضيع وشكله لسه مولود. راحت اتكلمت معاها على أساس برضو إنها موظفة من الشؤون الاجتماعية وبدأت تقول للأم انت شكلك تعبانة، تعالي هوديكي تعملي التحاليل في الوحدة الصحية وهخلي الدكتور يديكي فيتامينات على حسابي. الست وافقت بعد إلحاح شديد جدا من عزيزة وراحت معاها. وهناك لما دخلوا للدكتور عشان تعمل التحاليل قالت لها هاتي الولد كده شيله لحد ما تعملي التحاليل، وطبعا أخذت الولد واختفت. الأم بقت هتتجنن وبلغت الشرطة وبقت تدور في كل مكان. وعزيزة رجعت البيت وعملت اللي متعودة تعمله وسمت الولد محمد وراحت سجلته هي وجوزها. بس إرادة ربنا فوق كل شيء. واحدة ست كانت جارة عزيزة من اسكندرية ومشت راحت العريش قبل ما تعرف إن عزيزة خلفت طفل واتنين. كانت آخر حاجة تعرفها إن عزيزة عقيمة ومش بتخلف، ولما شافتها هناك وعرفت إن عندها بدل الطفل تلاتة قررت إنها تبلغ البوليس. وبالفعل راحت قدمت بلاغ في 24 ديسمبر سنة 1992 واتهمت عزيزة بإنها خطف الأطفال دول وإنها عقيمة. الشرطة استجابت سريعا للبلاغ وتوجهت لبيت عزيزة وقبضوا عليها. ولما راحوا القسم كانت موجودة أم الطفل محمد آخر طفل خطفته. اتعرفت على عزيزة وأكدت إن هي اللي خطفت ابنها، بس عزيزة كانت بتنفي تماما كل ده وأكدت إن دول ولادها وفضلت محتجزة. والمحققين بقوا بيتناوبوا في التحقيق عليها من كتر إصرارها إن دول برضو ولادها وإنها ما خطفتش حد، لدرجة إنهم كانوا بيخلوها تفضل صحية باليومين والتلاتة عشان تبقى مش مركزة فيعرفوا يطلعوا منها بإجابات. وبعد وقت كتير جدا اعترفت وقالت على أهل محمد وأهل هشام، لكن إسلام رفضت تماما تقول مين أهل وكانت مصممة إنه ابنها بالرغم من التحاليل اللي بتثبت إنها عقيمة وما بتخلفش. إسلام وقتها كان عنده 11 سنة بس. اتحكم في وقتها على عزيزة بالسجن لمدة 7 سنين وجوزها واخته 10 لتزويرهم في الأوراق الرسمية، ونشروا في كل الجرايد صور عزيزة وصور إسلام. الأم الحقيقية أكيد ما تعرفش شكل إسلام المخطوف منها وهو ما كملش يوم، لكن على الأقل أكيد عمرها ما هتنسى صورة عزيزة اللي قهرتها كل السنين دي. وبعد ما الصورة نزلت في كل الجرايد الشرطة اتفاجئوا ب 22 بلاغ ضد عزيزة من أمهات كلهم بيأكدوا إن عزيزة خطفت أطفالهم. ومن خلال التحقيقات اكتشفوا إن عزيزة عضو في عصابة مكونة من 4 أفراد وكانوا بيخطفوا الأطفال ويبيعوهم، يعني خطفت 25 طفل منهم 22 باعتهم وتلاتة احتفظت بيهم. ومرت السنين وظهر واحد اسمه جمعة بيقول إن إسلام أكيد ابنه، وبالفعل استلمه وعاش معاهم لحد ما كبر واتجوز وكمان خلف 3 أطفال. وإسلام قال إنه عمره ما حس إنهم أهله لحد ما في يوم سمع أمه وأبوه بيتكلموا، وأمه بتطلب من أبوه إنها تطرد إسلام وأولاده وبتقول أنت عارف إنه مش ابننا، كفاية إننا ربناه، اطردوا أنا مش عايزاه في بيتي. إسلام ساعتها قرر يعمل تحليل الدي إن إيه عشان يتأكد دول أهل ولا لأ، ولما النتيجة طلعت بالفعل كانت سلبية. وبعد أيام راح جمعة رفع قضية إنكار نسب ضد إسلام وكسبها، وإسلام بقى مالوش اسم وبقى كل همه أولاده إزاي هيبقى ما عندهمش اسم. أنا ليه عيالي روح فيه؟ الست اللي كانت خطفاني موجودة ليه ما تجيش وتضرب بالجزمة وتقول أنا ابن مين؟ وبدأ بعدها يدور على عزيزة ولقى بيتها وراح لها. كانت كبرت في السن وكمان كانت مصابة بسرطان الدم. راح قال لها انت كنت عارفة ان جمعة مش ابويا، سكتي ليه ومين اهلي الحقيقيين؟ ردت بكل برود وقالت له هو كمان كان عارف انه مش ابوك واخدك. اترجاها اسلام تقول له مين اهله بس رفضت تماما، وكل اللي كانت بتقوله انت ليه مش عايز تصدق ان انت ابني، انت ابني حبيبي. مشي اسلام وساعتها طلع في برامج كتير جدا بيتكلم عن قضيته ووضعه، وعزيزه نفسها طلعت في برنامج وبقى كلامها كله متضارب. وبعد ما المذيعه بذلت مجهود كبير جدا على امل انها تطلع منها بمعلومه ما قدرتش،
بس كل اللي قالته إنها لو قالت مين أهله هتتضر. ورجعت تاني في نفس الحلقة تقسم إن إسلام ابنها وإن التحاليل دي مضروبة. إسلام فضل كتير جداً يدور على أهله، وناس كتير طلبوا يعمل تحليل الدي إن إيه معاهم لأن كان عندهم أطفال مفقودة في نفس سنة خطفه، بس بدون أي فايدة وما وصلش لأي حاجة. إسلام كان زهق وتعب من كل المحاولات الفاشلة دي، ونفسه يشوف أمه الحقيقية ويعرف مين أهله، فقرر إنه يروح يتكلم مع أهل عزيزة، وراح لها البيت بالفعل. ولما راح لها قال لها: أنا قلت لأهلك يمكن يقدروا يوصلوا الحل معاكي وتقولي لي فين عيلتي. عزيزة دخلت في حالة هستيرية وبقت تصرخ وتصوت وتقول: أنا مش عايزة أشوفهم، لدرجة إن هو مشي وسابها. ولما نزل من العمارة عزيزة نطت من الشباك وانتحرت، وقبل ما تموت قعد يترجوها تقول له مين أهله، وقال لها: اعملي حسنة واحدة في حياتك، انت خلاص بتموتي. برضو مرضتش، الإسعاف جت شالتها وراح إسلام معاها المستشفى وهي كانت بتموت خلاص، وفضل برضو يترجوها، وقبل ما تموت قالت اسم محمد فرج الله محمد وماتت. وطبعا هو لا عارف مين ده ولا ايه العلاقة اللي بتربطه بيه، وتوجه له وقتها اتهام ان هو اللي حاول يموتها وزقها من الشباك لولا شهود من المنطقة اللي أكدوا إن هي اللي نطت وانتحرت. وبرضه ما يأس وقرر إنه يدور على أي حد اسمه نفس الاسم اللي هي قالته له قبل ما تموت، بس ما وصلش لأي حاجة. برضه إسلام عاش حياة صعبة جدا وصدمات متتالية، إيه ذنبه إنه يعيش بدون أسرته بسبب واحدة أنانية دمرت له حياته؟ دي كانت حكايتنا النهاردة. موضوع الخطف بقى زايد في أيامنا دي بطريقة مش طبيعية في كل البلاد تقريبا، والطرق بقت متطورة جدا ما تجيش في بال إبليس نفسه، وأغراض الخطف بقت أكتر، تسول أو اعتداء جنسي أو تجارة أعضاء، وبيدفع ثمنه الأهل والطفل، ويعلم بمصير الطفل هيعيش ولا هيلاقوا جثته بعدها بأيام، أو الأهل يعيشوا سنين بيدوروا على ضناهم اللي اتحرموا منه على أمل إنهم يشوفوه تاني في يوم من الأيام. فأرجوكم ما تصدقوش أي حد يجي يكلمكم وانتم معاكم أطفالكم بالذات، وخصوصاً الأمهات ما توقفيش أصلاً تكلمي حد غريب وانت معاكي أطفالك، وعينيكي ما تغيبش عنهم لو ثانية. والخاطفين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ياريت تكتبولنا في الكومنتات ردودكم، هل فعلا كلام الناس ومعايرتهم بسبب العقم اللي هو بإيد الله وحده ممكن يوصل واحدة إنها تعمل كده، ولا هي أساسا كانت فرد من عصابة خطف؟ وإيه السبب اللي يخلي عزيزة ترفض تقول مين أهل إسلام بالذات حتى وهي خلاص بتموت؟ حلقتنا خلصت، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير لأصحابك، ونشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.